موجز أخبار الساعة يأتيكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تثمينه لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرافض لتوريد السلاح إلى إسرائيل، فيما حذر من اتساع الصراع في المنطقة، وذلك خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل. أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون لعدم مثوله أمام المحكمة بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه والتي تتضمن الحديث عن رشا وفساد بعد تبليغه بالحضور لأكثر من مرة. دعا وزير الصحة صالح الحسناوي المواطنين لمراجعة المراكز الصحية الأولية والعيادات الخاصة والمستشفيات لغرض إجراء فحص ضغط الدم وكذلك فحص السكري وتحليل نسبة السكري بالدم بعد الكشف عن أعداد كبيرة يجهلون إصابتهم بارتفاع ضغط الدم. أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأيزيديين خلف سنجاري إطلاق دفعة جديدة من التعويضات بقيمة 99 مليار دينار إلى قضاء سنجار ومحافظة نينوى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السوداني أعطى أولوية خاصة للنازحين المقيمين في مخيمات إقليم كردستان لتشجيعهم على العودة إلى ديارهم. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري أنه لا يمكن تحديد موعد لإعلان حصول جميع العراقيين على البطاقة الموحدة، مشيرا إلى حصول 2.9% من أبناء المحافظة على البطاقة الموحدة. أفادت السفارة العراقية في دمشق بالحصول على استثناءات تتيح للعراقيين القادمين من لبنان الدخول إلى سوريا باستخدام أي وثيقة رسمية بديلة عن جواز السفر، مشيرة إلى تواجد فرق ميدانية من كادرها في المنافذ الحدودية لتسهيل دخول العراقيين إلى الأراضي السورية. ألمحت وزارة الهجرة والمهجرين إلى احتمال فتح مراكز إيواء جديدة بعد تسجيل دخول أكثر من 7700 نازح لبناني بين أطفال ونساء ورجال. أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي عن تسجيل نحو 360 ألف حالة طلاق في العراق خلال الأربع سنوات الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا مخيفا يهدد استقرار الأسرة والمجتمع. كان هذا الخبر الأخير، في أمان الله.